تقريبا 23 مستشفى. 23 مستشفى بيخدموا قطاع الداخل، بيخدموا حوالي 8 مليون نسمة. تجهيزات المستشفيات دي يا فندم في اخر 3 او 4 سنين في اطار تفرق المستشفيات اللي حصلت في مصر مؤخرا، سواء من افتتاحات او رفع كفاءه المستشفيات، يا ريت تكلمنا عنها شويه. هو احنا في اخر 3 سنين احنا كان عندنا بعض المستشفيات المتعثره، تطورها متعثر يعني. امثله زي كده مستشفى الصف المركزي، مستشفى الحومدية العام بناحية الطوارئ الجديد، ومستشفى الحومدية العام كان في مستشفى منشأة الأرض، مستشفى الوراق المركزي، مستشفى العياط. بالنسبة لأول حاجة اللي هي مستشفى الصف المركزي، تم الانتهاء من تطويرها وبدأ التجهيز فيها، ومعالي الوزير أعطى تعليمات للأجهزة المعنية بالوزارة بسرعة تجهيزها بالأجهزة الطبية والتجهيز الغير طبي. الأجهزة الطبية والتجهيز اللي هو المكاتب والدواليب اللي هي اللوجستيات يعني. اسمها أجهزة، اسمها تجهيز طبي وغير طبي، دي اللغة بتاعتنا احنا التجهيزات، نقول طبي وغير طبي. كان فيها يا فندم أجهزة مهمة مش موجودة في المستشفيات دي، زي مثلا أجهزة غسل كلى، أجهزة أشعة معينة؟ لا ده كان مبنى جديد وكان في مباني متهالكه موجوده. ده من رفع كفاءه المباني؟ لا لا، مش ده بناء مبنى جديد. جديد من هو. وتم الانتهاء من المبنى الجديد. وتم استلامه وبدا تجهيزه. وان شاء الله التشغيل التجريبي لهذا المبنى اعتبارا من 15 يناير. والمبنى ده بيشمل حوالي 15 سرير عناية مركزة، بالإضافة إلى الحضانات قسم المتصلين، بالإضافة إلى الكلى الصناعي، والمستشفى بها جهاز أشعة مقطعية. ده بالنسبة لمستشفى الصف. الصف المركزي. الصف المركزي. المستشفى اللي بعدها ايه؟ الحمدية العام. كان في مبنى في المستشفى الحمدية العام اللي هو مبنى الطوارئ. المبنى ده تم الانتهاء بعد تعصره لمدة سنوات طويلة، تم الانتهاء منه واستلامه. كان ايه سبب التعصر؟ كان مشاكل مع المقاول ده في العام الماضي يعني. وبدأ تجهيزه، تم توريد جميع الأجهزة الطبية، وتم فرش المستشفى، ومتوقع الانتهاء منه مع بداية العام الجديد في أوائل يناير وافتتاحه، وهو بيشمل 21 سرير عناية مركزة. 21؟ 21. بالإضافة إلى قسم الحضانات، وعدد 110 سرير، حجرات فردية وزوجية للمرضى، يعني مش عنادة، فردية وزوجية، وعدد 3 غرف عمليات. تسجل الفيديو؟ هيتمندل هيتمندل. وثلاث غرف عمليات يا فندم؟ بالظبط. فاحنا عندنا يعني مبنى وقسم وقسم للحروق والتجميل، وبه اربع اسرة عناية مركزة لحالات الحروق والتجميل. كما تم تحويل المستشفى الى مستشفى احاله بها يعني مستشفى احاله
يعني تستقبل جميع الحالات في حالات الحوادث وبها التخصصات جراحات المخ والاعصاب وجراحات الصدر وجراحات الاوعيه الدمويه. وتم التعاقد مع اساتذه من الجامعات المصريه للاشراف على هذه الاقسام. احنا عندنا مبنيين هيخشوا الخدمه في يناير ان شاء الله. لا الحمديه والصف ما لسه هنكملهم لسه في الشنطه. ثلاثة عنصر بشري مدرب تدريب جيد. طب مش نخلص اول المستشفيات وبعدين نقول بقى في الاخر يعني نقول اثنين اثنين من نص ستة. طب نتكلم على اللي بعديه. اللي بعديها ايه الترتيب؟ عندنا الصف الحمدية ومنشأة القناطر. منشأة القناطر المركزي بالظبط. تمام. مستشفى منشأة القناطر المركزي المستشفى بتخدم حوالي 800,000 نسمة اخر الحدود الشماليه لمحافظه الجيزه. تم استحداث قسم للرعايه المركزه بسعه 8 اسره واجهزه تنفس صناعي. المستشفى كما تم انشاء قسم للحضانات ما بين قوسين الاطفال المنفصلين. بسعه 14 حضانه. وانشاء شبكه للغازات الطبيه في المستشفى. وهذه الأقسام والتجهيزات لأول مرة تنشأ بمستشفى منشأة القناطر وإن شاء الله افتتاحها في الأسبوع الأول من شهر يناير القادم 2017.